هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج الحمل. رح أحكي أو رح أشوف الأحوال العاطفية لإلك يا برج الحمل. سامحوني لأنه بهالشهر كنت كتير مشغولة، لهيك ما حطيت ولا فيديو اختار كارت، بس إن شاء الله بهالشهر رح يكون يعني أحسن من قبل. عامة وكما عودتكم على أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، يعني إذا ما حسيت القراءة مخصصة لإلك حاول تشوف الفيديوهات الثانية، يعني البرج القمري أو البرج الطالع. أوكي، كذلك على أنه في إمكانية أن تكون القراءة عكسية، وهذا كل مرة بعيدة، يعني شيء طبيعي. وكما عودتكم وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت، وشكرا لكم. اوكي، رح بلش ببرج الحمل. اوكي، عم يطلع عندي برج الحمل على انه ممكن بهذا الوقت كأنه مش عارف شو تعمل. عم شوف في وقفة مع النفس، في تفكير، وفي يعني عم تاخد وقت لحالك لتفكر لترتب أمورك في أشياء عالقة جدا، وخاصة ممكن تكون هذه الأوضاع يعني بشراكات مالية، ممكن يكون الوضع المادي غير سوي، وأنت عم تفكر شو الخطوة القادمة، يعني عم تحاول ترتب أمورك. كمان عم يطلع لي الويل اوف فورتشن، عم شوف أشياء من الماضي أو أشياء عملتها ما كانت بشكل جيد، عم تعيد حالة، عم تعيد ترجع للسطح، عم تعيد تحاول، يعني كأنه تحاول ترتب أمورك المادية، أو إذا كانت علاقات تحاول أنه هذه العلاقات سويها أكثر. أوكي، هو كتير وارد على أنه عندك وضع مادي غير سوي أو غير جيد بهذا الوقت الحالي. أوكي، كمين عم نشوف على أنه طاقة الشريك عم يمر بنوع كأنه في صدمة بحياته. هذه الصدمة تخليه يتذكر الماضي، يتذكر الأشياء اللي مر معه، يعني مر فيها بالماضي. في حب عم يرجع له، إذا أنتوا مفترقين مع بعض عم شوف على أنه عم يتذكرك في نوع من صدمة، تعرض للشريك عم يتذكر الماضي والأشياء الجميلة اللي حصل فيها. اوكي، بفكر انه يبعث لك مسج اذا انتم ما بتحكوا مع بعض، وهيدا وارد بهذه القراءة. عم شوف هذا الانسان يفكر ان يبعث لك رسائل، يحكي لك في تجدد للحب بهذه المرحلة، وخاصة للشريك، كأنه تعرض لصدمة من شخص، ممكن تكون صدمة مالية، حصل له شيء من يعني افليس، ممكن يكون حتى الوضع بالمادي. هذا الوضع خلاه يتذكر على انه انت شخص جيد، شخص وقفت معه بكتير مراحل بالحياة، لهيك هو عم يتذكرك بهذا الوقت، يحاول ان يعني يرجع الامور الى ما كانت عليه. عم شوف في تجدد للحب، وفي نوع من التذكر لذكريات الماضي. عم شوف مشاعرك كتير ملخبطة بهذا الوقت، انت عم تفكر فيه وعم تفكر بالجرح كذلك الذي سبب له، يعني سببه لإلك. ما عم تتذكره بس بالأشياء الجيدة، بس على فكرة يعني أنت يا برج الحمل عم تحبه لهذا الإنسان، بس ممكن يكون الوضع أنه ما في توازن بالعلاقة، ما كان في توازن، كأنه أنت كنت
أفكارك مش أفكاره، نظرتك للحياة مختلفة عن نظرته للحياة، عم يشوف الأشياء بطريقة وأنت ما بتشوفها بطريقة أخرى، هذا ممكن سبب افتراقك أنت وياه. ممكن كذلك للبعض عم تفكروا على أنه كانت العلاقة جيدة جدا، وكان في تجانس للعلاقة، في حب وفي كيمياء بينك وبينه، بس كأنه في كلام كان يحكى من ورائك، أو ممكن يكون كذلك الكلام بينك وبينه كان في كلام أدى إلى انتهاء هذه العلاقة. عم شوف كذلك يا برج الحمل على أنه الحبيب في أفكار مشوشة، الإنسان مشوش كتير، يتعرض لصدمة، وعم شوف كذلك في أفكار عم تجي بباله، في نوع من الحيرة وتشتت من بالأفكار. عم شوف كذلك على أنه ما عرف يرتب أولوياته، كأنه ملخبط، وفي كتير أشياء عم تجي بباله، لأنه كمان عم يتعرض لموت شيء وظهور شيء، ممكن تعرض لموت أحد، كذلك ممكن حتى يكون بالوضع العملي ليس جيد بالنسبة له، ممكن كذلك يكون حتى كان بعلاقة بتعته وكان بعلاقة مع إنسانة أخرى، هذا إنساني أو إنسان، أوكي؟ وتذكر وعمل فرق بينك وبين الحبيب الحالي، ويعني توصل على أنه أنت شخص طيب، شخص جيد جدا، وشخص ما منك اتنين، أوكي؟ وهذا شيء طبيعي، يعني برج الحمل بحب من قلبه، كل شيء بيعمله من قلبه، إنسان ما فيه كذوب، ما فيه هيك، كيف ما بنقول، يعني شخص صافي من الداخل، من جوا، اوكي. عم شوف كذلك على انه الاشياء اللي ما بتحبها فيه، اوكي، كأنه هذا الانسان كان عم يهتم للعمل اكثر، او كان شايل هموم كثيرة، كان شخص عم تحسه إنسان ما عم يهتم فيك، عم يهتم لكتير من الأشياء، ممكن يهتم للعائلة، مهتم للعمل، مهتم للأصدقاء، مهتم لكتير من الناس، بس أنت بتحس حالك ما في محل لك، أوكي؟ ما في نقطة حسيت حالك أنه أنت مهتم فيك الشريك، وهذا السبب ممكن سبب الابتعاد يعني عن الحبيب. كذلك عم نشوف على انه الايجابيات اللي عم تشوفها في هذا الشريك على انه انسان يعني ادمي، انسان بحب يعطي للفقير، يعطي للمسكين، هيك شخص طيب عنده من الانسانية، ما جعلتك عم تهتم بهذا الشريك، بتحسه انسان جواته انسان. كذلك عم نشوف انه الشيء اللي ما بحبها فيك على انه انت شخص حقاني جدا، اذا بتشوف الحق ما بتسكت عليه ابدا، وعم يشوفك على انه انت شخصية هيك حازمة، شخصية بتحب العدل، شخصية بتحب المساواة، اوكي. ممكن اذا كنت انت امرأة يا برج الحمل، ما بحب حاله انه انت بتعامليه بالند، يعني انا كيان، انا انسان، يعني انا شخص لا له روح، يعني ما تعاملني كانه انا شخص من درجه تاني، خاصه النساء الحمل عم لاحظ فيهم هالشغله، انه بحبوا الانسان او الطرف الاخر يعطيهم قيمة، لأنه هن يعني مفتخرات ومعتزات بشخصيتهم، معتزات بأحلامهم، بكتير من الأشياء. هو ما بيتحمل هيك، ممكن قوة شخصية برج الحمل ما بيتحمل الشريك، ما بحبه لأنه هو إنسان قوي. كذلك عم شوف على أنه يعني الشيء اللي بحبها فيك لأنه أنت شخص طموح، عندك أحلام، عندك كتير من الأشياء اللي بتحب أنه يشوفها فيك، وكذلك أنا عم أشوف عندك كتير أحلام بدك تحققها وبتسعى لها بنسبة كبيرة، وهذا الشيء بحبه فيك على فكرة يا برج الحمل. عم شوف النوايا عم تختلف، أنا مثلا بشوفك يا برج الحمل على أنه إذا هذه يعني أنت لو رجع هذا الشخص لإلك أنت حيران، ما عندك يعني
تحس تعطيه فرصة أو ما تعطيه فرصة أو أعطيه فرصة لإنسان آخر. ممكن أنت شخص آخر يتقدم لإلك بهذا الوقت، ممكن ما يكون متقدم لإلك بصفة أنه يريد الخطوبة أو يريد الزواج، بس ممكن يكون إنسان عم يعبر بالحب لإلك، أوكي؟ وأنت حيران أنه ترجع لهذا الحب القديم أو تعطي فرصة لأشياء جديدة بالحياة، أوكي؟ كمان عم شوف في كأنه عم تطلع للأمام، حتى لو كانت هذه العلاقة رح ترجع وأنت مؤمن أنه هذه العلاقة رح ترجع لأنه عندك هيك ثقة، بحسك لأنه بدك تطلع للأمام، للأمام للمستقبل، يعني تشوف إذا في فرص جديدة بالحياة، وما بدك انه تعلق بقصة او بعلاقة يعني حسيت فيها بالاذى من قبل، اوكي؟ كذلك عم شوف الشريك الاخر بده تجديد لهالعلاقة، انا هالشريك عم حسه بده يرجع لإلك، بده يبدأ علاقة، لانه بحس انه هذا الانسان تعرض لاشياء حسسته بقيمتك يا برج الحمل، حسسته لانه انت انسان بالرغم من انه بتبين شخص قوي وشخصية قوية، بس انت شخصية يعني حقانية وشخصية عادلة وشخصية فيها من الحب ومن الدفى، ما بيشوف الانسان اللي ما بيشوفها من اول نظرة، اوكي؟ كذلك عم شوف يعني مستقبل العلاقة، ما عم شوف حاليا في اي رجعة، خاصة من ناحيتك انت يا برج الحمل، عم شوفك بالرغم من انه بتفكر بهذا الانسان، بتفكر بالماضي وبتحبه لهذا الانسان، ممكن تكون في ذكريات من الماضي، بس بالرغم من كل هالشي لساتك عم تتذكر الاشياء السلبية اللي حسسك فيها هذا الشخص اللي مريت فيها انت وياه بهذه العلاقة، عم تتذكر كل هذه السلبيات، وهذه السلبيات هي العائق بينك وبين رجوع هذا الشريك، اوكي؟ عم شوف في حتى لو كانت رجعة عم شوف في خلافات، في نوع من الكلام اللي ممكن يكون نوعا ما قاسي، وخاصة من طرفك انت يا برج الحمل، عم شوفك لانه كأنه بتقول له كفاية، انا ما بدي علاقة تستنزفني نفسيا وروحيا وعقليا، اوكي؟ كأنه انت ترفض انه يعذبك هذا الانسان، اوكي؟ هذا للناس المنفصلين، هذا للناس اللي يعني اللي بعلاقة، بس وارد جدا وهذه العلاقة للمنفصلين. انا عم شوف كذلك للناس العزيب واللي بدهم اوكي يشوفوا هل في انسان جديد بحياتهم. اوكي، عم شوف انه ممكن في عودة شخص من الماضي، او ممكن يكون شخص جديد كليا، بس انا عم شوفه عنده علاقات غيرك انت، اوكي؟ عم شوف في علاقات ممكن انت بالوهلة الاولى عم تحسها لانه هيدا حلم حياتك، وانه اوكي الحياة صارت عم تعطيني فرص اكثر واحسن، وهذا الانسان اللي بدي اياه، عم تحس حالك قوي، عم تحس حالك انه انا في كتير اشياء عم تتحقق بحياتك، بس انا عم شوف هذا الانسان منه صادق ابدا، وممكن حتى لو كان صادق هذا الانسان عنده يعني بعلاقة ثلاثية بيعرف شخص اخر، اوكي؟ النصيحة اللي عم تنصحها لك الاوراق على انه ممكن يعني كل شيء يكون واضح جدا، اذا بتعرف هذا الشخص او مثلا البعض اذا تقدم هذا الشخص وعنده علاقات يعني بتعرف انه مثلا متزوج والى ما ذلك، لازم تكون الأمور واضحة، تحكي كل شيء بقلبك، إذا أنت قبلت بالعرض يعني كل واحد حر يعني بحياته، ممكن أنت تقبل العرض أو ممكن ترفضه بكل سهولة، بس عامة أنا ما بحس هذا الشخص شخص جيد، أوكي؟ رح آخذ نصيحة لإلكم يا برج الحمل، أوكي؟
اوكي، بيقول لك انه اوقات لازم تسكر كل اشياء اللي بتؤذيك بالحياة. اذا عم تشوفوا على انه هذه العلاقة، او يعني للناس اللي هن بعلاقة او منفصلين، اذا بتشوفوا هذه العلاقة ليست بالجيدة ابدا، لازم تسكري هذا الباب، لانه عم يجيكم كل مرة منه الم وجرح. كذلك حتى بالناس العزاب، اذا بتشوفوا هذا الشريك اللي يعني بيتقدم لكم، ممكن ما انا يعني لما بقول يتقدم ليس بشخص يعني بده زواج، اوكي، ممكن يكون زواج، ولانه هذه قراءة عامة ممكن يكون كذلك حتى شريك يريد علاقة معك، اوكي. ممكن هذا الشريك اللي يتقدم لإلك ممكن يكون شخص يؤذيك، لهيك اذا حسيت انه هذه العلاقة لا تصلح لإلك ممكن تسكرها بكل سهولة وتسكر الابواب، لانه في اوقات لازم تسكر الابواب، لانه الباب اللي بيجيك منه ريح ستو استريح. يعني حاول انه اوكي، بقول لك كمان المهم انه هذا الورق عم شوفه على انه بيقول لك انه في اجابه للمساعد اللي انت طلبته من المحيط، اوكي. هذا كل النصائح اللي عم تطلع عندي يا برج الحمل. للطاقات اللي عم تطلع كذلك، عم شوف برج العقرب، عم شوف كذلك برج الجوزاء، عم تطلع عندي برج الميزان والأسد، اوكي، كذلك حتى الثور والدلو. هذه الطاقات اللي عم تطلع عندي يا برج الحمل. بتمنى لكم شهر طيب وشهر جيد، ما تشوفوا منه إلا الخير إن شاء الله، وتفائلوا بالخير تجدوه، يعني كل شيء رح يكون خير. شكرا لكم ولحسن استماعكم لإلي، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي.